القضية قضية رجال صحيح. القضية هي قضية تاع رجال. والمشكل اليوم اللي مطروح في الجزائر هو مشكل تاع رجال. اختيار رجال حتى نكون صريحين يعني. هل كل الرجال اللي عندهم مسؤولية هم ملتزمين؟ أنا نقول إذا كان قلنا نعم نكونوا غلطين. نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة في هذا البلاد، أن لا سيدة في هذا البلاد، وأن الشعب هو السيد. نفتخر بكل هذا اليوم، ونفتخر به غدا، ونفتخر به بعد غد. خدمنا على كل حال وحصلنا على نتائج، وعمرنا ولا كنا راضيين، ودائما لما نتلاقاو باش ننتقد بعض، باش ننتقد الوضعية نتاعنا، لأن نريد أن نذهب إلى الأمام، أن نسير إلى الأمام ونسير بسرعة. احنا حاولنا باش نهتم بالفلاح، ما قلنالوش باللي رانا سيادك، ولا نحن أمراء عليك. ما قلناش بأن احنا أمراء على هذا الشعب، قلنا باللي رانا خارجين من وسط هذا الشعب، ونعرف المشاكل نتاعو، ونعرف الصعوبات نتاعو، ونعرف الإحساسات نتاعو، ونعرف الشعور نتاعو. فلهذا نحن أبناء شعب، ونحن في خدمة هذا الشعب. وليس ثورة عائلة مالكة، الحمد لله احنا لا نكسب لا فوق الارض ولا تحت الارض، خدامين احزاب. كنا مثلا في الجزائر كلها وبدون مراقبه، ما فيش اقصد المراقبه الاداريه، ما كانش عندنا اداره كما راه موجوده اليوم. لكن المناضل البسيط كان يخرج من حدود الولايه الرابعه من الورشنيس وهز شكاره نتاع الدراهم ويوصلها حتى المغنية، ما يخصش منها فلس واحد. هذا الجانب كان جانب مهم، وكان يمثل القوة، كان يمثل الطهارة، كان يمثل النزاهة. والطهارة والنزاهة تولدت عنها الثقة بين المجاهدين كمجموعة، طبعا المصير نتاعها واحد. الثقة بين المجاهدين وبين الشعب. إذن كان المراقب الحقيقي والرادع هو الضمير نتاع كل واحد. الشيء اللي خدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو إلا واجب، وربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي. ربما ما اديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، لاننا ننتسب الى جيل، لان قدنا رجال بالامس، رجال في المعركه واللي هما ماتوا ما نفهمش ابدا. وعارفين بان هذوك اللي ماتوا، هذوك اداوا الواجب نتاعهم كامل. يحكم علينا التاريخ كخونه، يحكم علينا التاريخ كمنهزمين، يحكم علينا التاريخ بأننا قصرنا في الوجه بتاعنا. إذا كان قابلنا هذه الهزيمة، وإذا كان قابلنا هذه النكبة، الجزائر ما تقبلش الهزيمة، أن الجزائر لن تقبل الهزيمة أبدا. هل العرب، هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راح في انتهاء اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرة المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل وسائل الدعم. ما خسرناش الحرب